ما بفصل كثير في موضوع تطبيقات التضييق على الحريات، القوانين اللي صدرها مجلس الأمة، قوانين الجرائم الإلكترونية، المرئي والمسموع، الحبس الاحتياطي على جرائم الإلكترونية، الأحكام، فقط الأحكام الصادرة بالحبس للمغردين في الكويت وصلت إلى 460 سنة حبس. واقع مؤلم، ها، واقع ما يعكس لا تاريخ الكويت ولا الريادة الكويتية اللي كانت، ولا حتى يعني القدرات اللي احنا يجب ان نتمتع فيها، ولا يتناسب مع حتى مفهوم دولة المؤسسات اللي عندنا. يعني الكويت يا جماعة عندها مؤسسات، ومؤسساتنا ما هي يعني مؤسسات طارئة او حديثة او جاءت بثورات شعبية مثل ما قاعد نشوف الربيع العربي، صارت بتفاهمات وتدرج وتراتبية وتراكمية الى الاستقلال. صار عندنا دستور مكتوب من اوائل الدول ونوادر الدول اللي كان عندها سنة 61 او 62 دستور مكتوب بالدول العربية. عندنا زيتة رقابة، عندنا ديوان محاسبة، عندنا مجلس يتمتع بصلاحيات رقابية وحق استجواب الحكومة مجتمعة ممثلة برئيس الوزراء، عندنا انتخابات يفترض أن تكون حرة ونزيهة. ومع هذا، وطبعا في الفترة الأخيرة أيضا صار عندنا هيئة مكافحة الفساد، الرقابة المالية، نشوف ان في علاقة عكسية ما بين المؤسسات وزيادتها والعمل فيها مع مؤشرات الفساد.